اوكي وات از شون ان ذس بيكتشر. فمين يقدر يجاوبني؟ بس خل اطلع الاسئله. هو سيشن 12 يس. بس خل اطلع الاسئله لانهم خلي العرض بس العرض. انا الاسئله طلعتها قدامي زين. وش اسمه؟ فالسؤال الاول يقول what sort of tumor it could be. زين من يقدر يجاوبني؟ نبدي سجا محمود كاظم. تفضلي ماما اسمع منك. ايش تعتقدين شنو الكايند اوف تيومر اللي موجود عند هذا البيشنت اللي عمره 18 سنه واجا بينلس رايت تستيكولر سوالينج؟ سجا محمود كاظم تفضلي. تفضلي دكتوره. نعم يعني هنا انا بالسؤال يريد بس تايب من التيومر. اي من خلال الجروس بيكتشر الموجوده عندك، من خلال الايج، احنا ايش نفتهم؟ احنا ايش لازم نعرف؟ الايج مال البيشنت 18 سنه، وش عنده؟ بينلس سوالينج زين، يونيلاترال، وموجوده هاي البيكتشر امامك زين عيني. فشنو الاحتمالات الموجوده عندك؟ شنو اللي ببالك؟ حتى لو تعطين ديفرنشال دايجنوستيك اتس فاين. دكتوره هي ان اكو جام سيل تيومر. اي دكتوره هاي اكو يعني انواع من التيومر، فكل واحده ولها مثلا اعمار اكثر شيء يعني. تمام تمام. جام سيل تيومر ممتاز. اذا هي شو تقول؟ تقول انه بما انه عمره 18 سنه فاني كلش راح افكر بالجيرم سيل تيومرز، لانه البرزنتيشن مالتها تكون عاده ايرلي زين باليونج ادلت زين. وكاد انه انا البيكتشر اللي موجوده هسه امامي زين تنطي فد هنت انه هذه الكيس هي عباره عن جيرم سيل تيومر، فاني اروح على جيرم سيل تيومر. زين من جيرم سيل تيومر شو تتوقعين وش تايب؟ زين تقدرين تنطينا فد تايب معين؟ دكتورة نون سيمينوماتوس. دكتورة نون سيمينوماتوس. اي جيرم سيل تيومر. بلي اكو سيمينوما جيرم سيل تيومر، واكو نون سيمينوما جيرم سيل تيومر. فهي من انواع النون سيمينوما. قدرت تحددي فد نوع معين هنا؟ والله انا صعب عليكم على الليفل مالتكم انه تحدد بالذات التايب، بس هو اللي موجود هنا عندنا فد نوع يسموه التيراتوما زين. فالتيراتوما هو كانه يجي فد نوع من انواع الجيرم سيل تيومرز، يجي different types of tissue زين عيني. احنا ماخذين ما اعرف اني وحده من السيشنز اتذكر انطيناكم اعتقد بالفيميل ريبرودكتيف سيستم، بالفيميل جينيتال تراكت، اعطيناكم فشي عن التيراتوما بالاوفري فشي هيجي ما اتذكر، اخذتوها في مكان ما. اي بلا اخذتوها ممتاز. وقلنا انه هاي التيراتوما اللي يصير بالاوفري اللي سميناها الديرمويد سيست هي اولموست بناين، بس من تصير بالميل فهي almost malignant. التيراتوما او هذه هي يعني الجيرم سيل تيومر هو كايند مال تيومر الاوريجن سايت اوريجن مالته هو الاورجانز اللي بيها الجيرم سيلز. الاورجانز اللي بيها الجيرم سيلز بالفيميل it is the ovary and in male هو شنو؟ هو التستس اللي هو المصنع مال السبيرمز، وهناك هو المصنع مال الاوفا. والاوفا طبعا تيجي من هاي الجيرم سيلز بعمليه الاوجينيسيس، وبالتستس تيجي من السبرماتوجونيا اللي هي هاي الجيرم سيلز اللي بتطلع لي بعدين السبيرمز. فهاي الجيرم سيلز من يصير في جين ميوتيشنز معينه زين ممكن تكون انه شنو سورس اوف تيومر يسموه جيرم سيل تيومر، لانه هو شنو؟ لانه يطلع من الجيرم سيلز فنسميه جيرم سيل تيومر. التيراتوما اللي موجوده هنا اللي نسميها التستيكولار تيراتوما زين عاده تجي البرزنتيشن مالتها بينلس لامب ماشي.
تقريبا 95% من هاي التستيكولار كانسرز تصير هي من الجيرم سيلز، وتعطينا فد ديفرنشيشن انتو فد ديفرنت تايبس اوف تيشوز. يعني هاي اذا نفتحها ونشوفها راح نلقى هير، راح نلقى مصل، راح نلقى بون. زين، فهاي التيومرز عادة تكون مالجنت بالميل، وبالفيميل الكاونتر بارت اورجان اللي هو اوفري عادة تعطي بناين تيومر يسموه ديرمويد سيست. طبعا هذا التيومر اللي موجود عندي هنا أنا او اللي احنا راح نحكي عنه، ليش بدنا نعطي هذا الاكزامبل؟ احنا اليوم المحاضرة مالتنا هي عن شنو؟ عن الرول مالت الستيجينج والجريدينج بالإيفاليويشن بالتريتمنت بالدايجنوسيس بالبروجنوسيس اوف مالجنانسيز. زين اني فاحنا ايش راح ننطي بهذا الجروب سيشن اليوم؟ راح ننطي مجموعه اكزامبلز اون ديفرنت تايبس اوف كانسرز اون هيومن كانسرز، وراح نسوي ابلكيشن للنولج مالتنا اباوت ستيجينج وجريدينج على ديفرنت تايبس اوف تيومرز، ونشوف ايضا الرولز مالت التيومر ماركرز بالدايجنوسيس بالبروجنوسيس بالفولو اب اوف ذا بيشنتس. فاليوم الاكزامبل اول اكزامبل عندي هنا هو التيراتوما التستيكولار تيراتوما اللي هو جيرم سيل تيومر. ليش انا رحت على هذا الخيار؟ اول شيء الايج بريزنتيشن اوف ذا بيشنت، لانه هاي الكايند اوف تيومرز عاده تصير early in life. زين، تبدي very early in comparison with others. زين، لأن هنا طبعاً أكو panel مال tumors. panel أنا ما أريد أدخل بها التفاصيل لأنه مو موضوعنا الميلر بروليك سيستم، لكن هنا أكو panel of tumors مقسمها into two main categories اللي يسموها سيمينوما germ cell tumors والنون سيمينوما germ cell tumors. زين أني فـ الـ example اللي عندنا هو هنا التيومر اللي هو التيراتوما. اخذنا جو سووا بلود تيست، اخذوا فد بلود سامبل من هذا البيشنت، وبداوا يسوون ايفالويشن فور سيرتين ماركرز زين which are important in the diagnosis of testicular tumors. فتقول اريدكم تقولوا لي شنو نوع الماركرز اللي احنا نسميها البايو ماركرز اللي ممكن نستفيد من عندها فور ذا دايجنوسيس اوف تستيكولار تيومرز حسب ما انتم ماخذين بالمحاضره مالتكم. حسن رحيم جابر، شنو يا نوع من انواع التيومر ماركرز اللي ممكن نستفيد من عندها هنا؟ دكتور عندنا ثلاث ماركرات، عندنا مثلا الالفا فيتو بروتين، عندنا هيومن كورونيك جونادوتروبين، وعندنا لاكتيك ديهايدروجينيز. أحسن. يعني نقدر معظم التيومرز مو بس بهذا النوع معين. أحسن، بس إحنا هنا بالتستيكولار تيومرز زين، شوف إحنا طبعاً أغلب التيومر ماركرز مو أغلبها يعني بالأعم الأغلب خلينا نقول ممكن أنه نلقاها بأكثر من نوع من أنواع التيومرز، بس تختلف السبيسيفيسيتي والسنسيفيتي من التيومر إلى آخر. زين أني فالتستيكولار كانسر هي one of the few cancers that associated with tumor markers. ترى مو كل الكانسر عندها tumor markers اقدر اعتمد عليها بالدايجنوسيس والايفالويشن مال الكانسر، لكن التستيكولار كانسر is one of the few cancers اللي ممكن اني اعتمد على التيومر ماركر اللي تطلع من الكانسر سيلز والسراوندينج مايكرو انفايرمنت اقدر اعتمد عليها بالدايجنوسيس والايفالويشن اوف ذا كانسر. طبعا it's not clear ليش هاي التستيكولار كانسر طلع هاي الماركرز، لكن هذه الماركرز are of prognostic and follow-up importance. Many testicular cancers طلع لي high level of certain proteins اللي نسميها هاي tumor markers وأيضا نسميها biomarkers. أكو ثلاثة important tumor markers اللي ذكرهن زميلكم حسين اللي هي alpha fetoprotein والhuman chorionic gonadotropin واللاكتيك ديهايدروجينيز أيضا. هاي التيومر ماركرز when they are in the blood هذا suggest انه معناته اكو في التستيكولار تيومر، والليفل مالتهم كل ما يكون اعلى كل ما يصير شنو الدايجنوستيك يكون اقوى. زين، فالفائده مالتها هي هذه. هسه راح يصير في سؤال ثاني انه شنو الرول مالتها؟ يعني طبعا اللاكتيك ديهايدروجينيز شويه اقل سنسيتيفيتي مالته وليس سبيسيفيك
للنون سيمينوميتوس جيرم سيل تيومرز وحتى للسيمينوميتوس جيرم سيل تيومرز. بس هو شنو ما هذا اللاكتيت ديهايدروجينيز؟ احنا اكثر شيء نعتمد على الالفا فيتوبروتين والهيومن كوريونيك جونادوتروبين. اما اللاكتيت ديهايدروجينيز هذا يسموه ماركر اوف توتال تيومر بيردن، يعني كل ما يكبر التيومر ماس زين اقدر اعتمد عليه بتحديد الايفالويت التيومر بيردن، شقد التيومر كبير، شقد الحجم مال التيومر، كل ما اكبر كل ما يطلع لي ليفل اعلى. زين فان جنرال هاي السيروم تيومر ماركرز يوز تو مونيتور ذا بيشنت تريتمنت ريسبونس. لذلك جاي سائلكم السؤال اللي بعده شو يقول؟ يقول the patient receives further treatment after his surgery then and how can the tumor markers be of help at this time and in the subsequent follow-up؟ شو تقول حسن؟ شنو فائدة هذه التيومر ماركرز in the follow-up of this patient؟ شنو رأيك؟ هم طبعا هم شنو التايب مال السيرجري يسووا هي على هذا البيشنت عادة شو يسموها؟ دكتورة يعني استئصال اكتومي اوركيدكتومي اللي هي شنو نعم. هي؟ يشيلون التستكيولر تيومر كله والتستس كلها يشيلوها زين، يعني حتى النورمال تشو سراوندنج نورمال تشو كله يشيلوه زين يعني ف نعم. من يشيلون هذا التيومر صار بعد المفروض الاوريجين او السورس مال هاي التيومر ماركرز كله يروح فتصفر زين، بعد ما تكون عاليه بالبلود مال هذا البيشنت زين اني. فاذا انا ايش راح استفاد من عندها هاي الالفا فيتو بروتينز افتر ذس سيرجري؟ شنو الفائده دكتوره؟ نقيسها يعني مباشره مثلا بعد العمليه حتى نتاكد ما بقت بقايا التيومر، ونقيسها مثلا بعد فتره أهم نقيس المرة ثانية حتى نشوف نتأكد يعني ما صار كانسر ثاني مثلا، ما صار ريكيرنس. أحسنت حسن أشر إيدك. فإذا الفكرة أنه to monitor the patient's treatment response and to detect recurrence of the tumor. فإذا يفيدنا أني بعد العملية أسوي له فدورة كم أسبوع، أسوي له evaluation أشوف إذا أكو خاف ليكون أكو بقايا مالت testicular tissue باقي عندي. فإذا ال tumor marker levels normal معناته everything is fine، ونبدأ نسوي له follow up، نقول له كل فترة يجينا على مود نسوي له هذه tumor markers. أنا وش نشوف أول شيء على مدى سنة، بعدين ورا سنتين وهكذا، أول شيء ورا كم شهر، ورا ست شهور يسووا هي، بعدين ورا سنة، وبعدين ورا سنتين، على مود يشوفون إنه إذا لا سامح الله صار عند البيشنت recurrence، فالمفروض إنه هالي tumor markers من ترتفع بالblood of the patient as an indicator of tumor recurrence. فهذه الرول مالت البايوماركرز، وأنتوا أكيد أخذتوا هاي الديتيلز بالمحاضرة، شنو أهمية البايوماركرز for evaluating the tumor. The monitor the patient's response to treatment and also to detect the recurrence. مرات أيضا التيومر ماركر لها رول فور سكرينينج، وهاي إن شاء الله راح ناخذها بوحدة من الكيسز مالتنا. الكيس هذه واضحة طلاب، أعتقد كلش بسيطة سهلة، مجرد إنه دايركت أبليكيشن للنولج اللي أخذتوه بالمحاضرة زين أني، ومجرد انه اخذنا اكزامبل عليها فهمنا شنو معناته التيومر ماركر وشلون الابلكيشن مال التيومر ماركر ان ايفالويتنج ذا بيشنت كونديشن. واضحه؟ اذا واضحه اكتبوا لي بالشات واضحه، يحتاج اي اعاده اي شيء ما واضح حتى ننتقل للكيس اللي بعدها. العفو دكتوره بس سؤال. تفضل. نعم دكتوره عكيج. تفضل. من عندك سؤال؟ من سوينا استئصال مثلا للتستز من يصير ريكرنس وين يصير بالضبط يعني؟ الريكرنس ممكن انه صاير متستسز زين، يعني ممكن انه هاي الكانسر سيلز طالعه من مكانها ورايحه مسويه متستسز الى مكان ثاني، فالتيشو التستيكولر تيشو اللي هو كانسر تيشو whenever implant itself anywhere by مثلا hematogenous spread راح قاعد بمكان ثاني ومسوي له متستسز. فاذا انا ايش راح اسوي؟ فاني اعرف انه معناته انه اني العمليه اللي سويتها للمريض ما كانت اما انه اكو ريمننت للتيشو
يعني جيت سويت التيومر ماركر ايفالويشن ولقيت، فمعناته انه اني معناته ما نجحت باستئصال التيومر كله او التستيكولار تشو كله، اكو ريمننت باقي، فشي باقي، وهذا الشيء الباقي بكانسر سيلز وكبرت. او الاحتمال الثاني انه صاير متستسز ات تايم اوف سيرجري، مثلا احنا سوينا ايفالويشن للبيشنت زين، هو عادة وراها ينطوه راديوثيرابي كيموثيرابي حسب الكونديشن، اذا اكو متاستاسيس، اذا ماكو متاستاسيس بس يكتفون بالاركيولوكتومي يشيلون بس التستيكولار تيشو. لكن اني متاكده انه ما عنده متاستاسيس، مسويت له سكان، مسويت له كل شيء ومتاكده everything is fine، وسويت له تستيكولار ريموفال وكل شيء وشلت التستس مالته والمفروض كل شيء ماكو، لكن بعد فتره شفت رجع ارتفع الليفل عندي. فعندي احتمالين، يعني الاحتمال الاول انه السيرجيكال ريموفال ما كانت كومبليت وبعد اكو ريمننت اوف تيشو، والاحتمال الثاني انه ات تايم اوف سيرجري كان اكو ديستنت ميتاستاسيس اني كودن ديتكتد باي سكان او باي الانفستيجيشنز اللي سويتها زين، فكان اكو شيء سمول ميتاستاسيس زين، وبعدين ورا فتره كبر وبدا يطلع لي هاي الهرمونز. فهذا معناته شنو؟ انه انا لازم اسوي اول شيء ايفالويشن للبيشنت، ارجع اسوي مثلا انفستيجيشنز، اسوي له مثلا سي تي سكان، اسوي له بيت سكان حتى اشوف وين بالضبط صاير عنده ريكرنس او وين صار متستاسيس، او اذا اقصد ريمننت اوف تيشو لازم اسوي له ايفالويشن ونرجع دوره نتعامل ويا المريض من جديد. واضح؟ 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 واضح شكرا. تمام، نرجع هسه على الكيسز مالتنا. نعم، عليكم السلام، تفضلي دكتورة. بالماركر اللي ذكروها اللاكتيت ديهايدروجينيز، ليش يزداد المستوى مالتها؟ اللاكتيت ديهايدروجينيز احنا ايش قلنا؟ قلنا هذا احنا مو كلش نعتمد عليه بالتستيكولار تيومرز، احنا اكثر شيء نعتمد على الالفا فيتوبروتين. يعني انت هسه بالامتحان من اسئلش على هيك مثلا جبت لي شيء كيس، اذا كتبتي لي بس الالفا فيتوبروتين والهيومن كوريونيك جوناتوتروبين اعطيك فول مارك. اللاكتيت ديهايدروجينيز تعطيني اياه زياده، يعني بصراحه اللاكتيت ديهايدروجينيز هو ليس سنسيتيف وليس سبيسيفيك ماركر، يطلع بهواي تيومرز اخرى. وطبعا هو ليس سبيسيفيك وليس سنسيتيف فور بوث السيمينوميتوس جيرم سيل تيومر والنون سيمينوميتوس جيرم سيل تيومر. هذا الماركر هذا يسموه تيومر بيردن، طبعا هو له علاقه بالاندروجين باثوي والاندروجين ميتابوليزم. فكل ما يزداد التيومر بيردن راح يزيد نسبه اللاكتيت ديهايدروجينيز، لان الميتابوليزم مال الاندروجين يزيد ويكون اقوى زين. فلذلك ايش راح يصير عندي؟ راح يصير الليفل مالته يزداد. فاحنا عادة اللاكتيت ديهايدروجينيز ما كلش اني اعتمد عليه بالدايجنوسيس والفولو اب اوف ذا بيشنتس، اعتمد اكثر شيء على نيش السينين، لان نيش السينين بالطبيعي ما موجودات زين، وهن المفروض امبريونيك ماركرز، لكن ينفرزن من الكانسر سيلز وال شو اسمه المايكرو انفايرونمنت، لانه صار عندنا شنو؟ صار عندنا abnormal يعني function of the cells of testicular cells، فبدت تطلع لي هاي الامبريونيك لانه هي germ cells والgerm cells صار بيها cancers، فبدت يعني صار عندها فد abnormal the secretion of such kind of proteins لانه الجينات مالتها تخربطت زين، قامت تطلع الامبريونيك جينز، العفو الامبريونيك بروتينز اللي هي هاي الالفا فيتو بروتين والهيومن كوريونيك جونادوتروبينز. فكودن هي جيرم سيل تيومرز زيني بدأت تطلع هاي الامبريونيك بروتينز اللي هي المفروض نورمالي ما موجوده بليفل عالي بالبلود اوف ذا هيومن، ماشي. اما اللاكتيت ديهايدروجينز لا، هذا موجود، هذا احدى الانزيمز اللي موجوده بالميتابوليزم مال الاندروجينز، فهذه انه الكانسر سيلز تزيد بالحجم مالتها والتيومر ماس دا يزيد، فالميتابوليزم يصير على مستوى اعلى، فالاندروجينز يصير عندهم عاليه، فالميتابوليزم يزيد، فاللاكتيت ديهايدروجينز يتحرر بكميات اعلى، فالبروتينات هاي تطلع بكميات اعلى بالبلود، فعاده يعكس لنا التيومر بيردن التوتال تيومر بيردن زين. اني بس مو كلش اني استخدمه فور ايفالويشن اوف سيتش كايند اوف تيستيكولار تيومرز. واضح؟ واضح؟
كلش واضح دكتورة، شكرا. تمام، نيجي على الكيس الثانية قرأنا ياها عيني حسين. نعم. الكيس الثانية. الكيس نمبر 2. A 40-year-old man complains of swelling in the left side of his neck. On questioning, he has had internment fever and itching. Yeah. At surgery, he is found to have an enlarged lymph node. Yeah. Histology shows the characteristic features of Hodgkin's disease. زين، قبل لا نسأل السؤال، خلينا نجي على الكويشن مالتنا، يعني الكيس مالتنا، السيناريو. هو عمره 40 سنة. زين، يعني ما نقدر نقول عليه هذا old طبعاً، لأنه يعتبر adult. زين، بس مو كل الشبر بالعمر. زين، بعد ال swelling عنده بال left side of his neck. أوكي، إذا أكو فتشي بال left side of his neck، أكو فد swelling. زين، وبعد عندنا شنو؟ عنده فد manifestations intermittent fever و itching. إذا أكو عنده شنو؟ systemic manifestations. فطبعا راح surgery. زين، قالوا إحنا نريد نشوف هاي، نشيل هاي الماس ونريد نشوفها ونوديها بايوبسي. زين، فمن ودوها بايوبسي شافوا characteristic features of Hodgkin disease. بس اسمع characteristic features of Hodgkin disease، رأسا يجي على بالي البيكتشر اللي دشوفوها قدامكم. زين، البيكتشر اللي دشوفوها قدامكم عندكم 2A و2B. سؤالنا الأول هو أكو فد الروز مؤشر على فد خلايا حمر حلوة موجودة بالpicture 2A labeled A. What are these cells? What kind of cells they are? يلا عندنا سارة أمين عبد الزهرة. يلا سارة، شنو هاي الخلايا الموجودة قدامك بالA؟ اليوزينوفيل سيلز اللي هي inflammatory cells، وبها صبغت الريد فصار السيتوبلازم مالتها ريد. زين، احنا نحكي عن لنفوما، يعني شنو لنفوما؟ مالجنسي لو مو مالجنسي؟ مالجنسي. نعم دكتور، مالجنسي. والهوشكن لنفوما هي نوع من انواع اللنفومات اللي هو سرطان اللمفاوي اللي نوع الهوشكن. ليش نسميه هوشكن؟ على اسم العالم اللي اكتشفه. سابقا كنا نسميه هوشكن ديزيز، هسه حاليا بالكتب يسموه هوشكن لنفوما اللي هو كانسر اوف ذا لمفاتيك سيستم. زين، يعني معناته مشكلة صاير عندنا بالليمفات سيستم، بالاميون سيستم. زين، وطبعا هذا ممكن افكت اني ايج، بس اكثر شيء يصير بالاعمار ما بين 20 الى 40 سنه. زين، وهذا التايب مال المالجنسي اللي يصير بالليمفاتكس بيفت كاركترستيك فيتشرز. زين، هاي الايزينوفيلز شنو دخلها بالنص؟ ايش تعتقدين جابها هنا؟ وليش هاي الإزينوفيلز موجودة؟ قاب شنو أكو فد باراسيتيك انفكشن باللمف نود هذه، أو مثلا أكو فد يعني انفلاماتوري كونديشن؟ يعني ليش الإزينوفيلز جت قاعدة هنا؟ تدرين هي شو؟ لا دكتورة، ممكن لأنه هي الخلايا السرطانية تصير أجسام غريبة، فممكن أنه دفاع ضدها، يعني رد فعل الجسم تجاهها. يعني بس يعني ايش معنى هي؟ هو طبعا هي احنا سجي نحكي عن الليمف نود اللي هو يعني هو الجزء الدفاعي بالجسم، هو مليان لمفوسايت وبي لمفوسايت وتي لمفوسايت، يعني ما يحتاج الاخت ايزينوفيل تجينا حتى تدافع عنه، يعني هو مليان لمفوسايت. عد ليش جت الايزينوفيل قاعده هنا؟ يعني سبب عادة الإزينوفيل شو يسوي بها الإزينوفيل؟ مو صحيح؟ مو هي خلايا اللمفاوية بما انه صار بها الكانسر فأكيد تضررت وظيفتها. تمام، ممتاز جدا. فإذا زميلتكم تقول سارة، تقول مو هو دكتور المالجنسي اللي موجود هنا هو صاير باللمفاتيك سيستم. زين، فهي الفانكشن مالتها صار أكيد تغير. زين، والنقطة الأخرى إنه دكتورة هذه ال المالجنن لمفوسايت، خلينا نقول صار عندنا هنا فد لمفوسايت تغيرت صارت مالجنن وأشكالها غريبة، بدت تفرز سيرتين سايتوكاينز
وهذه السيتوكاينز released from these enlarged abnormal cells شو سوينا؟ سوينا recruitment of other inflammatory cells into the microenvironment زين عيني؟ حتى تساعدها على الجروث مالتها مو حتى تسوي لها fighting مو على مو تجي هنا تساعد عود الليمفوسايت بالفانكشن مالتها لا بس حتى تساعدها على الجروث مال لان هاي تفرز سايتوكاينز وهاي تفرز سايتوكاينز هاي تطلع من عندها بعض الجروث فاكتورز وهاي تطلع من عندها بعض الامور اللي تجذب بعض خلايا فتصير المايكرو انفايرونمنت very suitable for growth of the cancer cells واضح فاذا هاي الخلايا اللي تشوفوها بالبيكتشر 2A اللي labeled A they are eosinophils من عرفنا eosinophils من الفيتشرز مالتها excentric nucleus eosinophilic granular cytoplasm وهي هاي eosinophils فعلا موجودة هنا طيب then شو name of the cells seen in the picture 2A اللي هي labeled B اكو فد another خلية موجودة هنا another big cell بال2A labeled B واكو another higher magnification بال2B labeled C اكو فد تايب مال فد خلية cell يعتقد انه هذه السيل is pathognomonic for the diagnosis of Hodgkin disease حسين باسل نوري what is the name of this cell شوف شلون كأنه عندها عيون اثنين زين عبالك عيون مالبومة شنو هاي حسين باسل نوري نعم دكتور تفضل عيني تفضل يا حسين ما هذه السيل دكتورة هاي يسموها ريد ستيرنبرغ سيل ممتاز تعرف شنو هي تقدر توصف لياها يعني دكتورة تكون يعني بيج وبها اول اي يعني اذا يقول هذه الريد ستيرنبرغ سيل هي عبارة عن جاينت سيل شوفوا ايش كبرها شوفوا قارنوا اذا تروحون على البيكتشر 2A قارنوا بين هذه الليبلز بي وبقية الخلايا هي جاينت سيلز وبعد شبيها يعني بحيث باللايت مايكروسكوبي اني تصرخ باللايت مايكروسكوبي اذا تشوفون السلايد تقول اني هنا very big cell زين ويوجوالي درايفد من يا من يا تايب مال الليمفوسايت تجي من البي ليمفوسايت لو من التي ليمفوسايت تجي تقول البي ليمفوسايت دكتور البي ليمفوسايت زين فهي abnormal monster like B lymphocytes زين وهذه هي pathognomonic for the diagnosis لعد احنا ليش اول ما اخذنا البايوبسي قلنا هذا هوشكين لمفوما او هوشكين ديزيز ليش من وجود هاي الريد ستيرنبرغ سيلز لانه هي pathognomonic for the زين عادة شي يكون بيها two mirror image nuclei زين عيني prominent nucleoli large cytoplasm eosinophilic cytoplasm فلذلك تكون شنو prominent nuclear membrane فيشبهوها عادة بالأول eye appearance زين two nuclei mirror image nuclei فتشبه عيون البومة زين عيني وهي pathognomonic for the diagnosis of the طبعا هي هاي اللي تفرز السيتوكاينز اللي تجيب لنا للمكان another inflammatory cells واحدة من عدها الإيزينوفيز زين حتى plasma cells فهي هذه الخلية اللي لأن تريد تكبر أكثر تجيب بعد أكو inflammatory cells more growth factors على مود شنو على مود to enlarge more and more وتنقسم أكثر وأكثر زين فاحنا هذا البيشنت احنا طبعا ليش دنشوفه هالشكل يعني ليش دندور على هاي الامور شوف احنا بالدايجنوستس مالت الكانسر زين نعتمد على المايكروسكوبيكال بيكتشر الماكروسكوبيكال بيكتشر وبالايفالويشن اوف ذا كانسر نبدا دور نسوي له ستيجنج للديزيز حتى نشوف الاكستنت اوف ذا ديزيز فاجينا احنا هذا البيشنت انا تعرفت هو بعد عنده هذا المالجنسي اوف ليمفاتيك سيستم اللي هو الهوتشكين لمفوما شلون عرفت هوتشكين لمفوما من الكاركترستيك فيتشرز مايكروسكوبيكال فيتشرز اللي موجوده عندي فلازم هسه البيشنت يستحق اسوي له سكان ليش لانه اريد اشوف الاكس
extent مال الديزيز لان اكيد يعني ممكن يكون مو بس هاي الليمف نود اللي طلعناها من النيك مال البيشنت مو بس هاي السيرفايكال ليمف نود ممكن عنده انذر ليمف نودز ار انفولد فحتى نسوي ايفالويشن لازم نعرف عدد الجروبز مال الليمف نودز اللي انفولد باي ذا ديزيز زين عيني فاجيت سويت له سكان فشفت انذر ماس موجوده بالابدومينال اورتا شنو هاي الابدومينال اورتا الماس بهيك كونديشن بتول باسم عبد السلام بتول عم استاذه نعم دكتوره نعم بتول شنو هاي الانذر ماس اللي موجوده بالابدومينال اورتا تتوقعين شنو هاي صاير عنده دكتورة انلارجمنت نود؟ ايه عفية احسنتي لان هو هذا البيشنت احنا راح نبدي ندور كم جروبز مال الليمف نود ار انفولد فهو عنده صاير ما يسمى بالليمف ادينوباثي ليمف ادينوباثي ان انفولفمنت اوف مور ذان ون جروب اوف ليمف نود باي ذا ديزيز وعلى ضوء هذه الانفولفمنت راح أسألك سؤال How is the Hodgkin disease is staged? شلون نسوين staging the Hodgkin disease؟ معطيكم إياها بالمحاضرة؟ عن أربر staging system أحسنتي إذا تقول أكو فد staging system خاص اسمه باسم العالم اللي اكتشفه سموه الان اربر ستيجنج سيستم زين يعتمد على شنو هذا الان اربر ستيجنج سيستم يعتمد على شنو وليش احنا نسوي ستيجنج للكانسر ترى ما اعرف الرول يعني شلون على مود نحصل good prognosis مثلا اذا كان التيومر الستيجنج مات احنا ما نقول نسوي staging حتى نحصل good prognosis احنا نسوي staging to evaluate the prognosis of the disease to evaluate the prognosis of the patient نقول هذا البيشنت عنده good prognosis لو bad prognosis على اساس الستيج مالته فإذا الستيجنج إذا واحد سألكم يعني عود أنا ليش أسوي ستيجنج فور ذا كانسر تقولون الستيجنج إز أواي فور ذا كانسر كير تيم تو ديسايد ذا إكستنت أوف ذا كانسر سبريد هذا الإمبورتنس مالته فأنا حتى أعرف شنو الإكستنت سيفيرتي نعم أحسنتي تو إيفالويت ذا سيفيرتي أوف ذا ديزيز ذا بروجنوسيس أوف ذا ديزيز ذا إكستنت of the disease, spread of the cancer. هذه كلها شلون اعرفها عن طريق الستيجنج سيستم. كل كانسر عندكم اكو الى فد ستيجنج سيستم خاص به حسب نوع الاورجان حسب البلد سبلاي واللمفاتكس مال الاورجان زين عيني وكل سيستم يكتشفون الستيجنج مال السيستم مالته ينطوه فد اسم معين باسم العالم اللي اكتشفه فتشوفون مسميات مختلفة جليسن ستيجنج سيستم ان اربر ستيجنج سيستم دوكس ستيجنج سيستم حسب اسم العالم اللي اكتشفه فالستيجنج سيستم مال هوجكن ديزيز شلون نقدر نسوي لها ستيجنج سيستم من يقدر يقول لي آيات علي عبد الأمير عندكم بالمحاضرة أكيد منطقكم فكرة عن الستيجنج سيستم دكتورة يعتمد على عدد النوتس اللي يشملها هوجكن ديزيز فمثلاً بالكيس مالتنا قال إنه أكو ليمف نود متضخمة بالقرب من الأبدومينال أورتا الأبدومينال أورتا وين موجودة؟ موجودة below to the diaphragm أنا عندي أنا عندي يعني مقسمة لجروبات below diagram و above diagram إذا above the diagram يعني نفس الموجودة بال left side of his neck ممتاز فهذا يعني موجودة yes. يعني موجودة على the both side of the diagram زين إذا موجودة على the both side of the diagram معناها هو الجروب الثالث أو three stage 3 yes
stage 3. ممتاز. فإذا شو تقول زميلتكم؟ تقول أني according first to the number of the lymph node grooves involved, to the sides and the level, يعني above or below the diaphragm, أجي أقسمها وأشوفها. يعني أجي أشوف كم lymph node group involved. بعدين أشوفها on the same side or on both sides, below or above the diaphragm, وأجي أقسمها إلى stages. أسميها stage 1, 2, 3, 4. إذا stage 1 فأنا عندي بس single node group involved فقط. Single node group involved. إذا stage 2 لا, contiguous groups on the same side are involved. زين؟ وذر عندنا طبعا هنا بالstage 2 يعني معناته إنه إحنا on the same side, مو both sides, يعني يمنى ويسرى. The disease of both sides of the diaphragm, زين, إذا both sides of the diagram, فمعناته بدا شنو؟ من يعبر للدياجرام راح يصير stage 3. أما إذا عبر خارج الليمفاتيك سيستم, طلع من الليمفاتيك سيستم مثلا نوصل للبون مارو أو إلى أورغان آخر خارج الليمفاتيك سيستم, فهذا صار ستيج 4, يعني صار ديستنت ميتاستاسيس. ما طوله ضمن الليمفاتيك سيستم فهو ما واصل إلى ستيج 4, بس يعبر يطلع من الليمفاتيك سيستم صار هذا شنو؟ ستيج 4. أي شيء ستيج 4 معناته ديستنت. أي شيء من ستيج 1, 2, 3 كل الأورغان تقريبا وذن يعني 1, 2, 3 فهي معناها بعدها ما طالعة distant metastasis, بعدها ضمن حدود الأورغان. زين, بس تختلف من أورغان إلى آخر. أكو أورغان حسب السايز يقسموها إلى 1, 2, 3 يعني سايز التيومر قصدي. أكو أورغان حسب اللوكال انفيجن, أكو أورغان حسب مثلا هنا number of the lymph node grooves والسايد مالتها وأبوب لو بلو دي دايفراغ. فإذا إحنا هذا الستيجنج سيستم it's a way for deciding the severity of the disease. والهوجكين لمفوما diagnosed by stage and categories, وطاها stage 1, 2, 3, 4 determined by how much the disease spread من single lymph node region to the rest of the body. بعدين ورا ما قسمناها into stage 1, 2, 3, 4 تشوفون مرات يخلون يم هاي الستيجز حروف, يطوها حرف A, B. شنو هاي الحروف؟ خلي نعرف شنو. What are the B symptoms in Hodgkin disease and what is their significance? البيشنت هذا من اجينا سوينا له يعني هيستوري, قال انا عندي intermittent fever و itching بالاضافه للليمف ادينوباثي الموجوده عنده. فش تعتقدون هذا البيشنت شنو بادي عنده وشنو السيجنيفيكانس مال هيك شيء مانيفيستيشن؟ ايات جاوبتنا حوراء رائد مجيد. نعم دكتور. دكتور احنا معطونا انه قاعد مثلا عندنا بدايه بالحراره مالته, فهنا راح يعني تنبط انه عنده النوع بي اللي هو راح يكون ويا الاعراض اللي هي شنو هي؟ اللي هي الفيبر واللوس وايت وال اللي هي شنو هذه؟ local manifestations لو systemic symptoms. اتوقع local, لا systemic, لا systemic اكيد. ما طول fever, night sweats, weight loss, فهذه systemic symptoms. زين اسالك شنو ال importance of these systemic symptoms اللي احنا نسميها ال B symptoms؟ دكتورة يعني هي راح تساعدنا انه نحدد الستيجنج, واكيد يعني التريتمنت انه البيست تريتمنت انه نطيل للمريض. يعني اني اذا البيشنت اجاني بدون هاي السيمتومز شو اقول عليه؟ اذا اجوش تو بيشنتس واحد عنده هاي السيمتومز وواحد ما عنده هاي السيمتومز, هذا شو اقول عليه البروجنوسيس مالته وهذا شو اقول عليه؟ يعني شنو؟ اجوش تو بيشنتس, واحد اجاش عنده لمف ادينوباثي وقالوا عنده هوجكين ديزيز بس ما عنده لا فيفر لا نايت سويت لا ويت لوس, وجاش بيشنت ثاني عنده لمف ادينوباثي وقالوا له هم هوجكين ديزيز بس عنده هاي سيستميك سيمتومز, فمنو اللي بيهم البروجنوسيس مالته افضل؟ اكيد يعني البي.
اللي عنده بي سيمتومز افضل. لا العفو، يعني اللي ما راح تكون عندنا هاي السيمتومز فهو راح يكون افضل. طيب what is the significance of these B symptoms؟ يعني هاي significance مالتها is it diagnostic, therapeutic, or prognostic significance؟ يعني شو اسمه prognostic. أحسنتي. شوفي احنا اكو اشياء احنا عندنا مثلا يعني تصير عند المرضى المصابين بالسرطان او اي ديزيز اخر، يعني نشوفها مثلا of diagnostic value. يعني انا اذا شفت هاي الشيء اقول هذا البيشنت عنده هيك شيء زين، يعني هاي مهمه بالدياجنوستيك مال الكيس. لكن اكو امور ما لها علاقه بالدياجنوستيك مال الكيس بس تفيدني بالبروجنوسيس، تفيدني انه اعرف البروجنوستيك امبورتنس. فاذا البريزنس اوف بي سيمتومز از ا ماركر اوف ادفانسد ديزيز، فمن يصير عنده systemic manifestations معناته شنو؟ معناته عنده advanced disease. بينما إذا كان بس lymphoma adenopathy معناته it's merely local، معناته بعد within the يعني lymphatic system but still doesn't include شنو؟ هاي systemic manifestations، معناته the prognosis معناته better than patients with such kind of symptoms. زين فإذا إذا أحد سألكم what is the significance of the presence of systemic symptoms عند cancer patients راح تقولون it's a prognostic importance, prognostic significance. واضح؟ واضح. إحنا هسه كل اللي دنشوفه، فإحنا اللي دنشوفه هسه بهاي الكيسات مجرد إنه application هاي تمقسم إياها in details. نعم. تفضلي. دكتورة انه قلنا انه احنا مو عندنا، كان عندنا الورم بالشسمة الليرت سايد مال الهزنيك، بعدين ننتقل عندنا الابدومينال ايورتا. انت انا راح ننتقل عن طريق الميتاسيس، يعني عن طريق الانفكشن او الميتاسيس عن طريق الليمفاتيك شانلز. بنتي هو هاي الجروبز مالت الليمف نودز مرتبطة ببعضها بالليمفاتيك شانلز، والكانسر مالتي وين صاير؟ صاير بالليمفاتيك سيستم، بالليمفوسايت، بالليمفاتيك سيستم. فهذه الكانسر سيلز تنتقل عن طريق الليمفاتيك شانلز من جروب الى جروب. واضح؟ فكل ما يتاخر الدايجنوسيس مال المريض كل ما شنو؟ كل ما مور اند مور جروبز ار انفولد باي ذا كانسر. العفو؟ يصير انفيزف اكثر يعني. يعني تروح الى جروبز اكثر، انفولد مور ليمفاتيك جروبز. طبعا هو يعني الهوجكن ديزيز حتى البروجنوسيس مالته والدايجنوسيس والتريتمنت هو افضل من النون هوجكن. النون هوجكن هو بعد اصعب، اكو هوجكن لمفوما واكو نون هوجكن لمفوما. الهوجكن لمفوما عاده الدايجنوسيس مالته يبدي ايرلي. ليش؟ لانه عاده انفولف سيرفايكال لمف نودز، يعني البريزنتيشن مال البيشنت يكون ايرلي، فراسا ياخذون سامبل ويقدرون يوصلون للتشخيص اسرع، فبالتالي تلاحقون المريض قبل لا تروح الى اماكن ابعد ولمف نود ابعد، وبعدين يصير بيها مور اند مور بروجريشن. فكل ما يتاخر الدايجنوسيس مال الجديد كل ما شيء يصير، كل ما الدوره راح يصير عندي الوضع اصعب. فالستيجنج مال هوجكن ديزيز مقسمة إلى أربع stages، وبعد نضيف لها نقطتين A و B، no symptoms و with symptoms. إذا A يعني يجيش stage 3A، يعني معناته هو النودز involved both sides of the diaphragm plus minus spleen بس شنو ما عنده symptoms، هذا ممتاز. أما إذا جاش patient ثاني هم stage 3 بس عنده B، يعني شنو؟ عند stage 3B يعني هم نفس الشيء، هم nodes involved both sides of the diaphragm plus minus spleen، بس شنو؟ عند بعض systemic manifestations اللي هي weight loss, fever, night sweats. فهذا أبو ال B symptoms يكون البروغنوسيس مالته أخطر من ال A symptoms اللي هو no symptoms العفو. فال staging system is quite important to evaluate the prognosis of the disease. إذا أني
تمام. ايش بقى انا بعد هاي الكيس؟ واضحه؟ واضحه هاي الكيس؟ واضحه؟ سهله تمام. هذا انذر، يعني احنا اخذنا مجرد اكزامبل ثاني عن الامبورتنس اوف ذا staging system and the importance of the presentation of the patient for the evaluation of the condition. يعني قرأنا كيس 3 بلا زحمة. دكتورة بس هذا الشيء ما فهمته. أرجع أول.
السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا دكتورة. طبعا أنا هسه دخلت من الموبايل لأنه ما أعرف على ساعة قفل عندي ال FCC مال الميتنج مالتكم على اللابتوب. تمام دكتورة، ماكو أي مشكلة إن شاء الله. اي ف يعني الصعوبة دا اسمعكم طبعا ما اعرف ليش دكتورة واضح عندكم الشير مو؟ بل واضح عندي بس مثل ما قلت لك هسه اني من الموبايل دا اشوفكم ف راح اني افتح اسماء الطلاب وانت افتح لهم المايك يعني شوية التحكم مالتي صار مو كلش مرتب مثل ما كنا على اللابتوب الى ان تنحل مشكلة اللابتوب. هسه خلينا نبلش كيس 3 بلا زحمة عليك. نعم تفضل. بلي اقراها. Case 3, a 55-year-old woman presents with a lump in her breast. On examination, there is an evidence of retraction of the nipple. A diagnosis is made after mammography and cytology. After discussion with the patient, it is decided that mastectomy, removal of the breasts, will be performed. You are shown the gross section in picture 3. طيب هسه الكيس مالتنا عندنا another example in this case عندنا breast cancer case زين عيني فمنطيكم يعني patient عمرها 55 سنة زين عيني وعندها evidence of nipple retraction زين عيني فإذا عندها شنو فد skin involvement skin manifestation. A diagnosis made after mammography. فعملوا لها mammography radiological test وشافوا السيتولوجي سحبوا من عندها عينة وشافوها. فقرروا انه يعملوا لها mastectomy. فمعناته انه هي cancer. صحيح؟ فمنطيكم هذه specimen اقفت picture مراويكم اياها اللي هي خلي اشوف البيكتشر. Picture 3 مراويكم البيكتشر شنو موجود بيها؟ موجود بيها هذا فد منطقة مال النبل ما اعرف تسمعون صوتي واضح؟ واضح دكتورة صوتي ممتاز. تشوفون هذه منطقة النبل واكو لي جوا هذا مصل تشيو وهذه المنطقة البيضة بين النبل وبين المصل هي هذه منطقة اللي هي هاي الكانسر ومنا شنو اكو هذا فات تشيو ودا تشوفون هذا الكانسر اللي لونه ابيض ساحب النبل لي جوا زين فمسوي لها شنو ريتراكشن فيقول what feature might have been seen clinically that would have helped in staging the extent of disease. يعني من أقول clinically وسين يعني شنو الساين اللي أنت شفتها عند البيشن أثناء الكلينيكال examination ممكن أنه ساعدك بالstaging system of breast cancer. فمن يجاوبني إحنا حوراء حكيت ويانا محمد فاضل عباس افتحوا للمايك شباب. نعم دكتورة. نعم تفضل اسمع منك. دكتورة نيبل ريتراكشن اللي هي شنو نيبل ريتراكشن اللي هي skin involvement فاذا نعم احنا عندنا اكو فد certain parameters قلت لكم انا الستيجنج سيستم احنا ليش نعطي examples متعددة لانه الستيجنج سيستم الادوات مالته التولز مالته هو البرنسبل مالته واحد كل الكانسرز زين يتدرج من الستيج القليله اللي هي كلش بعدها انسايتو الى ان يوصل ديستنت ميتاستاسيس فالبرنسبل مالتها بكل الكانسرز هي وحده لكن التولز الباراميترز اللي نستعملها بالستيجنج سيستم مال كل كانسر تختلف من كانسر الى اخر وهي هاي طبعا الايديا بيهايند انه احنا نعمل هاي السمول جروب ديسكشن حتى ناخذ اكثر من مثال
أو نفهم أكثر من example على هذا السيستم اللي هو كلش مهم بالtreatment والevaluation والprognosis of the cancer. فزميلكم يقول أني من جيت فحصت المريضة وشوفت عدها تكون skin involvement فهذا يلعب دور. طبعاً البيشنت اللي عندها skin involvement تختلف عن اللي ما عندها skin involvement. أكيد هنا الستيج صعدت حبة لفوق زين يعني صارت شوي أخطر زين لأنه skin involvement يعني تنطي شوية أعلى درجة أعلى بالستيجينج سيستم. فقال skin involvement زين. أسألك بعد سؤال زين what other features ممكن أنه related to هذا النيتشر مال هذا التيومر ممكن أيضا تساعدك بالassessing the stage of the disease غير skin involvement من gross picture مال هذا patient هاي إذا تشوفها picture 3 دكتورة مثلا tumor size والlymph nodes involvement والtumor fixed not or movable involvement كلش يلعب دور بالستيجينج مال البريست كانسر لكن هنا ثاني ما عندي لمف نود انفولفمنت ما دا اشوفها بس عندي فد شغلتين واضحات اني عندي هنا مثلا تيومر سايز اقدر احدده ها مو اقدر اقيسه بالمسطره واقول هل جيت واقدر على ضوءها انطي شنو تيومر سايز واقدر انطي تي زين فد ستيج معينه مو حسب التي ان ام ستيجينج سيستم التي ان ام تي stands for tumor size and for lymph nodes involvement M for metastasis فأني كل واحدة من ذن الparameters مال الستيجينج سيستم أقدر أغذيها من الفايندينجز الموجودة عندي وعلى ضوءها أني أبني الستيجينج سيستم مال كل تايب مال كانسر فإذا عندي هنا نش عندي أني skin involvement لقيتها clinically بالفحص مالتي هاي انطيتها فد يعني هذا فصعد لي الستيج مالتي اجيت بعدين الجروس بيكتشر اقدر اقيس قدامي هاي البيكتشر 3 اقدر اقيس بالمسطره قدام العينه واجيب المسطره واقيس التيومر سايز واقول هل قد التيومر سايز ويبدي يصعد وينزل الستيج حسب التيومر سايز او عندي مصل انفولفمنت بشوف التيومر عابره على المصل المصل هاي وياها هي جوا موجوده بالبيكتشر 3 وعابره على المصل فإذا هذا همين راح يصعد لي الستيج مالت الديزيز يعني نحو الأسوأ زين فإذا استفادينا من الكلينيكال والجروس بيكتشر زين قدرنا نحصل على باراميترز نقدر من عندها شنو نسوي ستيجينج للديزيز طيب اجيت بعدين اخذت عينة من المريضة هاي العينة قصدي من هذا التيومر وسويتها يعني سلايد وخليتها تحت الميكروسكوب وفحصتها وعرفت شنو التايب مال التيومر بعدين دزيت هذه العينه قلت لهم اريد من عندكم تسووا لي سكشن تعملوا لي تيومر ماركر من نسمع التيومر ماركر ايش عبالكم عبالكم التيومر ماركر احنا نطلعه بس بالبلاد اكو تايب مال التيومر نقدر نطلعها وين بالتيشو سكشنز يعني نستخدم التيشو سكشنز ونطلع من عنده فد ماركرات معينة مهمة في التريتمنت اوف ذا ديزيز زين عيني فهنا عندي اني بالبريست كانسر اكو سيرتين تيومر ماركرز اني اقدر اعتمد عليها وكلش مهمة اكو بعضها نقدر نستخدمها فور بروجنوستيك يعني لها prognostic significance يعني إذا موجودة تقول لي هذه مثلا عند فلان ماركر وفلان ماركر positive أقدر أقول عليها هذا good prognosis أو bad prognosis وأكو عندهم ماركر بالbreast cancer of therapeutic significance يعني predictive بها predictive values يعني أنا من أشوف هاي الماركرز أقدر أعتمد عليها أنطيفة علاج معين treatment معين ما أعرف تسمعوني شباب تسمعون صوتي واضح؟ بلى دكتور نعم دكتور واضح ممتاز فإذا هاي الماركرز نقدر أكو بعضها نعتمد عليها إنه of prognostic significance وأكو of therapeutic significance وحدة من يقدر يقول لي من هاي التيومر ماركرز اللي موجودة عندنا بهاي المسألة شنو هو طبعا ذاكرها إيش قايل؟ قايل استروجين ريسبتر أناليسز هاي تيومر ماركر يسموه الاستروجين ريسبترز هذه performed يعملوا لها تصبيغ بالإميونوهستوكيمستري procedure يسموها الإميونوهستوكيمستري
إذا لقوها بوزيتيف إلى هاي البيشنت يعني عالية عندهم الاستروجين ريسبتورز، يعني إيش راح ينطو؟ راح ينطو في التريتمنت يسموها التاموكسيفين اللي هو أنتي استروجين. ها عيني؟ فيقول لك what does this treatment can affect the tumor؟ شنو الإفكت مال هذا؟ ليش أنطيهم تاموكسيفين؟ شنو الفائدة أنطيهم تاموكسيفين؟ يلا جاوبني. محمد فاضل، لا محمد فاضل حش، محمد قاطع، جميل بردان. نعم دكتورة. نعم تفضل. دكتورة نعطيهم التاموكسيفين حتى نوقف to stop tumor cell proliferation، يعني نوقف شلون مضاعفتها تكاثرها، لأن في حال تواجد الريسبتر مع الانستروجين أثناء تفاعلهم مع بعض أثناء يعني يسبب لنا البروليفريشن. ممتاز. اللي هو تكاثر الخلايا. فدليلكم شو يقول؟ عيني أنا هسه الحمد لله نسد عندي هذا ورا ما كان قافل ال FCC. دا أحاول أفتحه من الكمبيوتر لأن صراحة التليفون أحس نفسي ما دا أسمعكم واضح. خلي أشوف بس ينفتح. يا الله. عيني بس راح أغادر من هنا وراح أرجع أفتح من الكمبيوتر. انتظروني ثواني. تمام دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي اني يعني دا احاول اكنك ما اعرف ايش بيه، ما اعرف قفل البرنامج عندي بالهذا الاف سي سي شوي كلش مزعج من على ساعه اثناء الميتنج ويقفل ما اعرف ليش، يمكن لانه اني ما مسويه الميتنج ما اعرف، لانه انتم الهوست مو اني، ما دا اسيطر عليه ما دا اعرف ليش. فرجعت هسه من التليفون على ما يفتح لي من الكمبيوتر. فإذا زميلكم ايش قال؟ قال اني هذا البيشنت اللي طلع عنده استروجين ريسبتر عالي، بريست كانسر واستروجين ريسبتر عالي، انطيهم تاموكسيفين. ليش انطيهم تاموكسيفين؟ سبرسيف، حتى اقلل الجروث مال التيومر. زين عيني؟ لانه الاستروجين العالي له رول بالجروث مالت التيومر بالبروليفريشن. زين فنستخدم هو هذا التاموكسيفين. طيب هذا التاموكسيفين هو عبارة عن شنو؟ من يقدر يقول لي هو شنو التاموكسيفين؟ يلا أسمع من عندك محمد. محمد كمل لي، تعرف شنو هو هذا التاموكسيفين؟ صراحة دكتورة ما عارفة. التاموكسيفين هو راح يسبب لنا بلوكينج للريسبتر مال الاستروجين. اذا هو انتي استروجين. احسنت، ممتاز. هو عباره عن نون ستيرويدال سيلكتيف استروجين ريسبتر موديليتر، يشتغل كانتي استروجين. زين فيجي يسوي فد كومبيتيتيف انهيبيشن للاستروجين ريسبترز. ها عيني؟ فيستخدم كادجوفنت ثيرابي وين؟ بالبريست كانسر. زين عيني؟ فنقدر انه نستخدمه كسبرتيف للجروث مالت التيومر. لكن مع ذلك هو عنده رغم هو انتي استروجين، لكن في نفس الوقت بدوزز معينه، يعني مو احنا نستخدمه اكثر من دوز برولونج، يعني افكت يقوم الدوز يشتغل، يشتغل اغونست بروبرتيز ان اذر اورجانز. يجينا السؤال اللي بعده. شوف السؤال اللي بعده ايش قايل. قايل طيب انت هسه قلت لي انه هذا التاموكسيفين شغال حلو انتي استروجين سبرسيف للبريست كانسر،
تمام. Then what other parts of the body may be affected by tamoxifen? يجاوبني محمد جاوب حسين سامر رشاد تفضل يا حسين. حسين سامر رشاد فتحوا له شباب المايك. نعم نعم انطيني another organ affected by tamoxifen treatment غير البريست. نعم دكتورة اليوترس مثلا البون. أحسنت والله. شو تأثر اليوترس يعني بالتاموكسيفين؟ يعني راح نسوي بوليفريشن، يعني نسوي شرنكينج للبوليفريشن. ليش؟ لعد مو احنا استونا قلنا هو انتي استروجين وهو يسوي بلوكينج للاستروجين ريسبتور وانتاغونست للاستروجين. زين ايش معنى ذني الاستروجين ريسبتورز اللي باليوترس يسوي لهن بروليفريشن ويخبصهن؟ ليش؟ والله نفس الحكي اللي قلته، قلت انه هذا الانتي اللي قلنا نون ستيرويدال سيلكتيف استروجين ريسبتور موديليتر اللي عنده انتي اوغونست افكت اجينست استروجين ريسبتورز بالبريست ويسوينا سبريسيف افكت اون ذا بريست جروث بريست كانسر جروث باي بلوكينج ذيس استروجين ريسبتورز. هاويفر زين هذا التريتمنت اللي هو التاموكسيفين ويا البرولونج يوز مالته من نمطي اكثر من جرعة بدوزات معينة ممكن انه يصير عنده اغونست استروجين افكت اون اذر اورجانز لايك ذا اندوميتريوم وبالتالي شي يسوي لي انديوس the proliferation او شنو احنا نسميها hyperplastic development يعني يصير hyperplasia endometrial hyperplasia وين باليوترس. احنا نعرف الاندوماتريوم اليوترس باندوماتريوم ومايوماتريوم وسيروزا لير. الاندوماتريوم هذا اللي هي البطانة مال الرحم موجود ب الابيثيليال سيلز موجود اكو استروجين ريسبتورز بيها. الابيثيليال سيلز مالت الاندوماتريال ابيثيليوم مال اليوترس بي استروجين ريسبتورز وهذه كل سنسيتيف للاستروجين. فاني جاي انطي اني دا انطي انتي استروجين يشتغل على البريست كانسر لكن ويا اليوز مالته البرولونج يوز او ويا الدوزز مالته لذلك اكون نستعمله بحذر ممكن انه انديوس زين هايبربلاجيا بالاندوماتريال ابيثيليوم اوف ذا يوترس. فاذا البيشنت مثلا عندها اذر ريسك فاكتورز مثلا هي باديه مثلا المنارك مالتها ايرلي خلينا نقول او مثلا ليت مينوفوز او مثلا اوبيز دايابيتيك مثلا عندها مشاكل ثانية وهي تاخذ تاموكسيفين بعد امورها يعني سدينا منها عود البريست كانسر بدو يصير عندها شنو ريسك اوف اندوماتريال كارسينوما. زين فنكون حذرين كثير بالتعامل مع البيشنتس. لذلك هذول البريست كانسر بيشنت عادة من ينطوهم التريتمنت بالخارج مو بالعراق العظيم بالخارج باوروبا من يعملون يتعاملون ويا البريست كانسر بيشنت يتعاملون معاهم كمالتي ديسيبلينري تيم. يجيك مالتي ديسيبلينري تيم يجي يقعد ابو الاورام والباثولوجيست والراديولوجيست والسيرجن كلهم يقعدون على طاوله مستديره ويتناقشون بالاوبشنز اوف ذا تريتمنت اوف ذا بيشنت زين الى ان يوصلون تو ذا بيست ريجيم فور ذا بيشنت بحيث انه يقللون من الريسك مال وحده من الاشياء يقللون من الريسك مالت الاندوماتريال كارسينوما اذا كانت تاخذ تاموكسيفين تريتمنت. فاذا هسه عرفنا شنو الايفكت مال التاموكسيفين تريتمنت على البريست وعلى الاذر اورجان. فهم السؤال اللي موجود هنا شنو الإفكت مالته من أنطي أني أنتي استروجين نتيجة لوجود الاستروجين ريسبتورز راح تقولي سبريسيف إفكت. other parts of the body affected راح تقولي الاندوماتريوم وسعرفنا شنو الاندوماتريوم وما طالب من عندك التفاصيل لكن أنا لازم أوضح لك شنو الإفكت مال التاموكسيفين على الاندوماتريوم. زين عيني يعني وضحت الصورة عندكم صارت واضحة؟ نعم واضحة. ما
ممتاز. طيب هاي الكيس 3 واضحة عندكم؟ عندكم بيها إشكال؟ ها عيني؟ كيس 3 شلونها عندكم؟ واضحة لو بعد ترجون توضيح؟ واضحة دكتورة. ننتقل للكيس 4؟ نعم دكتور. يلا عيني اقرانا عيني حسين كيس 4. عفوا دكتور ولو زحمة عليكم بس بالنسبة رابط الحضور ندزه. والله يا ريت اني هسه يعني مدى اشوف الشات زين لانه التليفون لازمته ودا احكي بيه فدزه الرابط مال الحضور لطفا. صار دكتور. عشت ايدك. حيدز لكم دكتور حسين الرابط مال الحضور وسجلوا حضوركم شباب وحاول عيني تقرانا كيس 4 لطفا. تمام دكتور. تمام. تسمعوني؟ نعم دكتورة. نعم بلا زحمة أقرأنا كيس 4. نعم دكتورة. A 70-year-old woman sees her GP because she has noticed bright red blood in her stool. She has no other symptoms. She is referred for investigation and at sigmoidoscopy is found to have a polyploid ulcerated lesion in her rectum. What could this طيب. be? عندكم old age woman عمرها 70 سنة زين طبعا الجي بي عندهم هذا general practitioner اللي هو يعني شلون المركز الصحي عندهم هناك ببريطانيا وجدت هي تشكي انه عندها bright red blood in her stool. فطبعا ممكن واحد يفكر ممكن يكون hemorrhoids زين يعني ولو ما مذكور painful شيء ما قالين فد اكو فد painful lesion او فد شيء ما عندها other symptoms يعني مو مثلا اكو فد pain after defecation او مثلا مثلا ال 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 bright red after مثلا defecation هاي شوي تمشي ويا الهيمورويدز اكثر لكن هي جاي تجي notice red blood in her stool هاي تخوف الساين فرأسا حولوها على سيجمويدوسكوبي زين اللي هو ناظور الأسفل الجهاز الهضمي زين عيني فشافوا بالناظور اكو بوليبويد ليجن والتريتد ليجن وين بالركتم مالتها زين فهمنا بلط بالستول وهمنا التريتد ليجن وبوليبويد ليجن وهي old age woman 70 سنة شن فكر what could this be يعني أكثر شيء يجي ببالك alterated polypoid lesion و70 سنة و blood بالستول شن فكر هنشوف الشباب منو عندنا محمد حسين محمد علي مهدي تفضل محمد دكتورة مفكر انه هي adenocarcinoma احسنت يقول أنا كلش أفكر أروح على الأدينوكارسينوما لأنه alterated, bleeding, polypoid, old age فأني أفكر والله دكتورة بالكانسر زين وإحنا اليوم حكينا كله على الكانسر زين عيني طيب أجيت أني عملت histological section أخذت عينة أخذت بايوبسي من الركتال ليجن هذا البوليبويد ليجن وطبعا هو مراويك الصورة مالته زين هذا الجروس بيكتشر مالته وجينا عملنا histological examination شنو الفيتشرز اللي ساعدني بالdifferentiation of the lesion واريد اسألك يعني شنو differentiation of the lesion جاي يسأل على شنو على stage of the disease لو شنو دكتور اظن انه نعيش على فيتشرز مثل tubules formation او retinating their oval shape لا وليدي انا جدا اسألك دا اقول لك هو جاي يسأل بالضبط الشيء يقول لك
احنا نريد نربطها بالمحاضره مالتنا. فهو ايش جاي يسالك؟ يعني ايش جاي يسالك على شنو؟ شنو الديفرنشيشن اوف ذا ليجن؟ شنو نسميها هاي الستيج اوف ذا ديزيز لو شنو؟ ما ادري والله دكتور. انتوا اخذتوا اثنين مواضيع، اثنين تيرمز كلش مهمات بالمحاضره مالتكم. دكتور ما لحق احضر المحاضره كامله ذي بسبب الانترنت عندي. لا اليوم محاضره اليوم غير. يا يا ما قدرت احضرها كلها. ها هم منطيكم اليوم شغلتين مهمات، خلينا نشوف غيره تجاوبنا. شكرا عيني. نشوف نور طاها. نور طاها نوري. انا عندي دكتورة. نعم ايش جاي يسأل نور عن شنو هنا؟ ايش تعتقدين؟ اعتقد الجريد قاعد يحشى عنها. احسنتي احسنتي، ده يسأل عن الجريد اوف ذا ليجن. اي شيء differentiation of the tumor معناته ده يسأل عن the grade of the lesion، لأنه the grade هو شنو؟ the measurement of the differentiation of the tumor. ونفس الشيء هذه principle ثابتة، كل ما التيومر the differentiation مالته شكله بالمايكروسكوب يشبه tissue of origin، كل ما the grade مالته أوطأ، يعني grade 1. كل ما يصير يعني كل شيء يختلف ومنتشر وانفلترتيف ومخربط ومهوث وما إلى علاقة بالتشو أوف أوريجين، كل ما صار عندي شنو؟ جريد 3. وإذا شفت شيء إن بتوين فهذا جريد 2. عادة بالأدينوكارسينوما إحنا نعرف بالكولوركتال أدينوكارسينوما اللي هو سرطان القولون، إحنا نعرف هو شنو الأوريجين مالته من الجلانديلر تشو، الابيثيليال جلانديلر تيشيو، لذلك احنا نسميه ادينوكارسينوما. فاذا انا اتوقع انه القى جلانديلر ستراكشرز. اذا اجيت لقيت جلانديلر ستراكشرز والفيتشرز مالتها مالجنان فهذه معناته جريد 1. ليش؟ لان بعدها جلانديلر ستراكشرز حلوه قاعده مرتبه، ها، والسيلز ايش صاير بيها؟ مخربطه، نيوكليير انلارجمنت، انكريز ان سي ريشيو، هايبر كروما نيوكلياي، بليومورفيك، هاي الفيتشرز مال المالجنانس اللي نعرفها بس بعدها على شكل جلاندولار ستراكشرز، فهي اسميها شنو؟ جريد 1. من تصير جريد 3 كلها تصير شنو؟ انفلتراتيف بالستروما، كلها مالجنانس وشكلها مرعب، زين؟ فما لها علاقه بالتشو اوف اوريجن ولا اكو خلقه الجلاند موجوده، ماكو جلاندولار ستراكشرز. انفلترت في شيت اوف مالجنانت سيلز شيت، فهاي صارت شنو؟ صارت جريد 3. عندي هنا لو اشوف هسه هذه البيكتشرز الموجوده تحت البيكتشر 4 بي والبيكتشر 4 سي. شوف البيكتشر 4 بي هذا، شوف النورمال هذا يعني بناين لوكينج، شوف شلون قاعدات حلوات جلاندولار ستراكشرز بالابيثيليوم، والابيثيليوم موجود حلو والسب ابيثيليوم حلو موجود وكل شيء قاعد، والويتش الجلاندات حبابات كل واحده بحالها، واحده ما لها علاقه بالثانيه، زين، وما نازلات جوا والابيثيليوم مسطرات كلش لطيفات، هذا فد بناي الليجن. لكن من اجي على ال هنا هذا المالجننت ليجن، شوف ايش صاير بالجلاندولار ستراكشرز، شوف شبيها. اولا شكلها يختلف عن شو اسمه، بس هي ستيل جلانديولار ستراكشرز، زين، وبعد لو انزل على كور اعلى راح القى المالجنان سيلز منها هي مبينه انكريز نيوكليوسايتوبلازم ريشيو هايبر كروماتيك بليومورفيك، بس ستيل قدامي شو اكو؟ جلانديولار ستراكشرز. وين واصله؟ واصله بالمسكلارز بروبيريا، يعني عابره على هاي اللاير اللي تحت الابيثيليوم، واضح؟ فهذا ايش انطيها؟ هاي انطيها جريد 2. الجريد 1 لما هي بعدها بالابيثيليوم ومخربطه الجلاند وشوي عابره على البروبيريا، بس بعدها جلاندولار ستراكشرز. من تعبر على الستروما وعلى هاي صارت شنو؟ جريد 2. من تصير انفلتراتيف بالأندرلاينينج لايرز راح أصير شنو؟ جريد 3. فأنا اعتمدت بهذا الحكي على جريد 1 2 3 على شنو؟ على أولا عدد إياهم نور، على شنو؟ اعتمد على جلاند أولا فورميشن. كل ما هي جلاندولار ستراكشر فهي ضمن قائمة جريد 1 2.
بس تفقد الجلاندولار فورميشن صارت جريد 3. بعد على شنو؟ ترتيب الجلاند مثلا سببتها يعني صايره يعني على شكل تيوبل ومرتبه. هو كل هذا على الجلاند فورميشن، كل هذا ضمن قائمة الجلاندولار فورميشن والارانجمنت. وبعد شنو؟ سيلولار. اكو شيء اسمه architectural changes واكو cytological changes. الاركيتكتشر يعني شكل التشو يتغير، والسايتولوجيكال شكل السيلز تتغير. فالاركيتكتشرال تشينجز من الصير اني اشوف الجلاندولار فورميشن اف ستيل ذير فاني ضمن جريد 1 2. لكن من تتغير، من بعد تفقد الجلاندولار فورميشن دخلت بالجريد 3. طبعا الجريد 1 عن جريد 2 شلون افرقهم؟ مثل ما قلت لك الارانجمنت مال الجلاند. اذا الجلاندز وحدة بصف الثاني ومهوسات وحدة وكراودد وكذا هاي جريد 2. كل ما تكون متباعدات وقاعدات وحدة شوية أبعد من الثانية ومرتبات أكثر تمشي ويا جريد 1. السيتولوجيكال تشينجز هاي الاركيتكتشرال السيتول أو جلاندولار اركيتكتشر أو فورميشن. السيتولوجيكال تشينجز أعتمد على النيوكليار بوليمورفيزم بليومورفيزم العفو وعلى الميتوسيز. زين، يعني هذه تعكس لي الخطوريه مالت الكونديشن. كل ما مايتوسيس اكثر كل ما نيوكليار بوليمورفيزم تصعد الجريد مالت التيومر. واضح؟ واضح هذا لو اريده؟ واضح؟ طيب نجي على السؤال اللي بعده، خلينا نشوف المن نسال. نور جاوبتنا، اللي بعد نور تبارك عماد. تبارك تحول هالمايك شباب. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام، اهلا عزيزتي. What is the best non-staging system for this tumor اللي هو colorectal cancer؟ ما خريب المحاضرة؟ اي دكتورة. دكتورة ثلاث نقاط. اذا كان النيو بلازم extended through muscularis probaria من انا فرصة النجاة ما تنسان. شو اسمه هذا اكثر من 90%. لا بس اريد اسأل شو اسمه هذا الستيجنج سيستم؟ الى اسم دوكس ستيجنج دكتور؟ عافية. احنا قلنا الستيجنج سيستم ثابت، البرنسبل مالته ثابت، تبدي من درجة أقل إلى درجة أعلى. زين، لكن ال- 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 التسميات والتولز قد تختلف من كانتر إلى آخر. يعني الكولوركتال كانترز عادة يسموها الدوكس ستيجنج سيستم، هم نسبة إلى العالم اللي اكتشفها. فالدوكس ستيجنج سيستم فور كولوركتال كانسر يقسموها الى اي احكي لنا عنه دكتوره ثلاث اقسام. النقطه الاولى اذا كان النيو بلازم اكستند ثرو ذا ماسكولاريس بروبيريا، هنا الفايف يير سرفايفل للمريض اكثر من 90%. طيب اي اذا كان بالبدايه نوت اكستندينج، اما اذا كان اكستندينج ثرو ذا ماسكولاريس بروبيريا في الفايف يير سرفايفل تقريبا 70%. زين، اما اذا الليمف نود انفولفد فهنا 30%. واذا كان عند المريض ميتاستاسيس فهنا الفايف يير سرفايفل تكون كلش قليله. ممتاز. اذا هي شو تقول؟ تقول احنا قسمناه الى 3. طبعا هو الدوكس سيستم يعني بعد ما يستخدمون كلش هوايه، حاليا يعتمدون على تي ان ام ستيجنج سيستم، لكن اكو بعض الكلينيكال يعني الكلينيشنز يستل يعني يحبون الدك سيستم. الدك سيستم يقسم ال يطيله ثلاث ستيجز، ستيج A B و C. الستيج A يعتمد على يمن اذا انفيجن انتو بس نوت ثرو ذا باول وول، يعني انتو ذا وول بس ما عبر الباول وول، فهنا الفايف يير سرفايفل توصل 90%. زين، الدكس بي هذا اذا صار انفيجن ثرو ذا باول وول بس شنو ماكو لمف نود انفولفمنت. زين، فهنا الفايف يير سرفايفل توصل 70% الفايف يير سرفايفل. الستيج سي اللي هي شنو الدكت سي نسميها انفولفمنت اوف لمف نود، هنا راح تصير فايف يير سرفايفل 30%. واكو عندنا دي، الدي هذه يصير وايد سبريد ميتاستاسيس، دائما اول ثلاث ستيجات ضمن السيطره،
دائما الستيج الرابعة طلع من السيطرة، راح وين؟ وايد سبريد ميتاستاسيس. زين، فإذا الدكس ستيجنج سيستم از كلاسيفيكيشن سيستم فور كولوركتال كانسر، وقلنا انه هذا يعني حاليا ريبليس باي سي ان ام ستيجنج سيستم، وقلنا ليش سمينا دكس ستيجنج سيستم نسبة للعامي في الشفة، وهو باثولوجيكال ستيجنج سيستم اخوان مو كلينيكال. ليش مهمة هاي الحكاية؟ لان شوف ايش جاي نحكي احنا عن الوول، شوفوا يعني نحتاج نشوف شيء جوا السلايد ونقرر انه هو عابر الوول لو لا، او بالجروث نشوف اكو لينف نود انفولفمنت فهو باثولوجيكال. الدكت ستيجنج سيستم از باثولوجيكال بيزد اون ريسكشن اوف ذا تيومر، ويقيس الدبث اوف انفيجن ثرو ذا ميوكوزا اند ذا باول وول. زين اوكي، فاذا هذا هو الدكت ستيجنج سيستم، وعلى اساسه اني اقدر احدد الفايف يير سيرفايفل اوف ذا بيشنت واعرف البروجنوسيس مال الديزيز. يعني احنا دائما نقول انه الستيجنج سيستم از تو ايفالويت ذا اكستنت اوف ذا ديزيز اند ذا بروجنوسيس اوف ذا ديزيز. عندكم سؤال عليها هذه لو نعبر؟ يلا يجينا هسه بعد حيدر خضير. حيدر؟ نعم دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام. Are there any tumor markers of value to monitor cancers of the large intestine? تعرف any tumor markers تفيدنا؟ دكتورة كارسينو ميمبرونيك انتيجين. كارسينو امبريونيك انتيجين، شنو هذا؟ نعم دكتور. شنو دكتورة هو هذا يعني ال نعم. دكتورة هو هذا يكون ماركرز من نشوفه يعني دلالة على أنه وجوده وجود بشكل هذا التضخم. هذا ال. شو يفيدنا؟ ترى يعني شلون دكتورة؟ يعني شو الفائدة؟ يعني هسه أنا اعتمدت يعني على ال على ال يعني سويت ريسكشن للتيومر وحتى سويت ريسكشن للكولون وخلصنا والموضوع انتهى. زين، فشنو الفائدة بعد أنا أدور على هذا الكارسينو إمبريونيك أنتيجين؟ دكتور يعني صراحة أنا عارف أن وجوده بالدم بنسبة عالية يعني الدلالة على انتشار هذا الورم. أحسنت، ممتاز. إذا يقول قبل السيرجري يفيدني، يقول لي هو قبل السيرجري زين يفيدني، لأنه إذا نسبته كلش عالية معناته الورم واصل مراحل متقدمة. هاي واحدة. فإذا هو شنو؟ to evaluate the extent of the disease، يعني إذا كان شوي ال disease واصل مرحلة عالية يعني. وبعد يفيدني to evaluate the recurrence. إذا أكو recurrence بال advanced colorectal cancer، إذا أكو recurrence يعني أنا سويت للسيرجري للpatient بس ورا فترة اجيت لقيت الكارسينو امبريونيك انتيجين، واكو حتى اكو ماركر ثاني نسميه CA19-9. زين، بس انا اكثر شيء احنا نستخدمه الكارسينو امبريونيك انتيجين، فنشوف انه اذا لقينا الليفل مال هذا التيومر ماركر عالي ورا السيرجري فممكن انه صاير متستسز ات تايم اوف سيرجري، واني ما ادري، فممكن انه تو مونيتور ذا ريكيرنس اوف ذا كانسر افتر يعني after colon removal ورا ما أنا سويت ال resection of the tumor. فيفيدني to evaluate monitor the patient's condition to monitor the recurrence of the tumor in case of advanced colorectal cancer. فيفيدنا بهيجي شغلات. فكلها application knowledge اللي أخذناه بالمحاضرة، how to apply التومر ماركرز بالدياجنوستيك بالثيرابيوتكس بالايفالويشن اوف ذا بروجنوستيك اوف ذا ديزيز. زين اني شوف احنا مثلا بالبريست كانسر خدنا الاستروجين تومر ماركر اللي هو بالتيشو سكشن نطلعه مو بالبلد، وشفنا الامبورتنس مالته على اساس انا قدرت انطي تريتمنت، فهذا عنده بريدكتيف فاليو هذا الماركر. اكو لا دياجنوستيك، اكو فقط مونيتور، زين اكو بروجنوستيك. فهاي التومر ماركرز لها ديفرنت تايبس اوف application واكو عندنا different types of tumor markers. فهمتوها هاي كيس فور؟ عندكم سؤال عليها؟ عندكم سؤال عليها كيس فور؟ دكتورة بس شو نقصش productive و prognostic يعني بين هالماركرز؟ أحسن
شوف عيني الماركرز التيومر ماركرز نقسمها بصورة عامة نوعين، اكو بروجنوستيك ماركرز واكو شنو بريدكتيف ماركرز. البروجنوستيك ماركرز على اساسها اقدر اقيم الكانسر جود بروجنوسيس لو باد بروجنوسيس. مثلا بالبريست كانسر، بالبريست كانسر اكو عندنا تيومر ماركر بالتشو اللي هو الاستروجين، هذا اللي هسه شفناه، هذا عنده بروجنوستيك فاليو وعنده بريدكتيف فاليو. شنو البروجنوستيك فاليو مالته؟ من القى استروجين ريسبتور عندهم عالي فذولا عندهم جود بروجنوسيس، فاذا انا قدرت استخدم الاستروجين ريسبتورز اللي هي تيومر ماركر كبروجنوستيك شنو باراميتر، فصار هذا بروجنوستيك ماركر. وبعد الى رول ثاني، يعني انا ذولا جماعه الاستروجين ريسبتور بوزيتيف انطيهم تريتمنت، يحتاجون تريتمنت انطيهم تاموكسيفين، فايش صار بريدكتيف ماركر، يعني اذا موجود معناته هذا البيشنت اقدر انطي هذا التريتمنت اند اي كان بريدكت ريسبونس، يعني معناته بريدكتيف ماركر، يعني اتوقع انه راح يصير شنو سبريشن للتيومر، فلذلك قلنا عليه هو جود بروجنوستيك ماركر، لان اذا موجود نستفيد منه مرتاحين احنا اكو تريتمنت لهذا البيشنت. بينما يجيك مريض ثاني بريست كانسر عنده هذا نيجاتيف وعنده ماركر ثاني هم ادور عليه نيجاتيف، نسميهم دول جماعه التربل نيجاتيف، دول اتعس انواع البريست كانسرز، لان عندهم اي ار نيجاتيف اللي هو الاستروجين ريسبتور نيجاتيف، عندهم بروجسترون ريسبتور نيجاتيف، عندهم هير 2 هم نيجاتيف، ولا اقدر استفيد من اي ماركر، فدول فيري اجريسيف كايندز اوف تيومر، دول عندهم فت باثويز وشغلات ما موجوده قدام عيني اقدر استفيد من عندها، احتاج لها شيء ثاني يسموها تارجت ثيرابيز، وعاده دول كلش اجريسيف تايبس اوف تيومرز. فاذا بشكل مبسط انه البروجنوستيك ماركرز هي الماركرز اللي اقدر استخدمها اي كان ابلاي تو ديسايد ذا بروجنوستس اوف ذا بيشنت وذر جود بروجنوستس اور باد بروجنوستس. اما البريدكتيف ماركرز هي التيومر ماركرز ذات اي كان يوز ذم تو بريدكشن او تو بريسكرايب ا تريتمنت فور ذا بيشنت، بنسميها بريدكتيف ماركرز، يعني هاي ثيرابيوتيك ماركرز، يعني اقدر على اساسها اذا موجوده بوزيتيف انطي تريتمنت، ما موجوده ما اقدر انطي هاي التريتمنت. زين واضح لو انطيك بعد امثله دكتوره. انت قصدك سيكود بروجنوستيك يعني اذا عنده هاي ليفل من الاستروجين، يعني هذا بالعكس متقدم عند التيومر غير. لا شوف خلي افهمك، شوف هو عنده التيومر متقدم تمام، بس عنده جود بروجنوستيك باراميتر هي الاستروجين ريسبتورز، هو فعلا عنده تيومر وتيومر متقدم وكانسر كبير وكل كلش وكلاشي وسوى استفاد منه بتريتمنت، يعني قصدي انه اكو ريسبوند يعني اكو ريسبتور ما طول الاستروجين عنده عالية اقدر هاي الاستروجين اكبتها بعلاج معين من التيومر. بينما شوفوا هذا نفس الكانسر، هاي البيشنت نفسها لو اجتني والاستروجين ريسبتر مالتها نيجاتيف البروجنوسيس مالتها اتعس يصير. زين فلذلك احنا مو معناته انه هو فيري جود كانسر وخوش كانسر وهذه، بس شنو عندها فد جود بروجنوستيك باراميترز تميزها عن الناس اللي هم شنو نيجاتيف فور ذس ماركر، يعني اذا عندي هذا الماركر اقدر اعطيها تريتمنت تستفيد منه ويسوي لنا سبريشن للتيومر ويتحسن وضع المريضه. زين والسرفايفل مالتها يكون اعلى من الذول اللي عندهم شنو الماركر نفسه هذا نيجاتيف، لان اي كان تريتمنت يعني انا كان تريت هير فاحسن، يعني احسنت كل ما احسنت ماركر وهذا الماركر اقدر على ضوء اسوي في الديسيجن بالتريتمنت فهذا فيري جود. شوف يجيني الهير 2 اكو انذر ماركر، خلي اسالف لك الهير 2 هذا انذر ماركر بالبريست كانسر، هذا الماركر عاده اذا كان بوزيتيف فهو يعني معناته التيومر اجريسيف تايب اوف تريتمنت،
شوف بس خل يعني شوي أوضح لك في الصورة حتى لا تعتقد أنه كل ماركر أنا يصير عندي بوزيتيف وأنطي تريتمنت ويستجيب المفروض للتريتمنت، لكن ذولا جماعة الهير تو بوزيتيف عادة من يصير هير تو بوزيتيف، الهير تو هي مار يعني ريسبتر، هي شغلة شوي معقدة بالكانسر. من عندي هير تو بوزيتيف فذولا التيومر شوية التيومر مالتهم يخوف، عندهم بروليفريشن ريت كلش عالي، فهمين اكو الى تريتمنت الى بلوكر الهيرسبتين، فدول اللي عندهم هير تو بوزيتيف عاده انا انطيهم هيرسبتين تريتمنت، بس مو مثل جماعه دول الاستروجين. ليش؟ لانه دول جماعه الاستروجين عاده من انطي التاموكسيفين يصير شافوا من خلال البحوث هم شو قرروا هذا الماركر جود بروجنوستيك هذا باد بروجنوستيك، هذا دخل يعني هم اي شيء دخلوه بالبروجنوستيك باراميترز، هذه ورا سلسله من البحوث الاف البحوث والنشر وشو اسمه يا هلا قرروا هذا هيك ذاك هيك، فمو اني اي شيء زين يعني ماكو شيء موجود هسه احنا عندنا واصلنا احنا الدول الناميه زين اذا ما هو مسوين على مئات والاف المنشورات يا الله وصل انه ويصير ل FDA approved وتوقع عليه المنظمه العالميه مال الدراج اند فود شو اسمه ويقولون هذا خلاص دخل بالكلينيكال ورك، دخل موجود هذا بعد نستخدمه ككلينيكال تيست زين. فالهيرتو هم يحتاج تريتمنت، بس المشكله وين دول جماعه الهيرتو هم من الريسبتر تطلع عندهم بوزيتيف وهم نعطيهم تريتمنت بس سبحان الله البروجنوسيس مالتهم نوت فيري جود، لكن هم قارنوهم قالوا مع ذلك دول جماعه الهيرتو بوزيتيف اذا اقارنهم بالهيرتو نيجاتيف فالبروجنوسيس مالتهم اهون زين، يعني على الاقل عندي تريتمنت لهم، لكن دول جماعه التريبل نيجاتيف اللي عندهم الاستروجين نيجاتيف والهير 2 نيجاتيف والبروجسترون نيجاتيف دول ما لهم شاره، ماكو تريتمنت اقدر انطيهم اياه، فيقعدون يسوون لهم خلطات مال كيموثيرابي ويعطوهم اياه، عندنا هنا يعطوهم خلطات، بس بالخارج شو يسوون لهم؟ يروحون يسوون لهم جينيتك تيست، يسوون لهم سيكونسينج زين، اخذتوها انتم بالمرحله الاولى درسناكم بالام جي دي زين، يقعدون يسوون لهم فتشنل اوف جينز يشوفون يا جين عندهم دا يشتغل ويا باسوي عندهم يشتغل ويا باسوي عندهم خربط، يسوون لهم تارجت ثيرابيز فأدوية كلش غالية زين، ما متوفرة عندنا بالعراق هاي تارجت ثيرابيز إلا ما ندر، فواضح الفكرة ابني، فالموضوع شوية يختلف زين من ماركر إلى ماركر من كانسر إلى كانسر زين، فهاي اللي موجود عندكم هسه على الليفل مالتك كمرحله ثانيه مجرد اكزامبلز، بدنا نعطيكم هسه مجرد اكزامبلز نوضح لكم الصوره مال المحاضره، بس الموضوع اكبر من هيك، واضح؟ نعم واضح دكتور. ممتاز. طيب ننتقل للكيس اللي وراها، اليوم راح نبقى وياكم للاثر. زين خو ما مليتوا؟ لا ما مليت. ممتاز. زين يلا خلصنا ان شاء الله هاي اخر كيس، يلا قرنا عيني حسين كيس 5. نعم دكتور كيس 5 65-year-old man attends... a 65-year-old man attends his GP with hemorrhoids. The GP performs a perirectum examination and incidentally discovers a craggy enlarged prostate. The GP refers the man to a urology consultant who finds that the man's serum prostate specific antigen PSA level is elevated. Yeah. What is the significance of a raised PSA? طيب هذا البيشنت رايح على هيمورويد وبالصدفة ده سووا له PR examination وشافوا مصيبة عنده بالبروستات زين، قالوا له روح لجماعة اليورولوجي تشيك الوضعك، دزوا على PSA اللي هو البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، شافوا عنده البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين عالي، هاي بدنا نحكي على فد تيومر ماركر كلش كلش مهم بالبروستات كانسر، فشنو هذا PSA من يجيب؟ بنين تفضلي يا بنين. السلام عليكم دكتوره. ها عليكم السلام. ممكن اجاوب؟ منو انت؟ احكي لك دكتوره.
تفضل يا حسين. دكتورة السؤال الأول الهايبر سي اس اي. لحظة زي أنا حكيت قلت بنين أنت ليش تصديت ليش يعني دافعت شو طلعت كالفارس. لا دكتورة بس حبيت يعني أشارك لأنه شوية اسمي بعيد. يلا يلا عيني يلا تفضل. آسف يعني خاف صارت مقاطعة يعني دكتورة. لا 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 عادي تفضل يلا إنه دكتورة الهاي بي اس اي أو البروستات سبيسيفيك أنتيجين ليفلز ماي بي ا ساين أوف ا بروستات كانسر. It may be an uncancerous condition such as prostatitis or an enlarged prostate gland. Well done. Why is the اسمك شنو اسمك؟ يا لفت مرزوق. حسين لفت هذا شوفك هسه. طيب حسين طبعا الاكسنت مالك very nice. الجواب مالك كان very nice. Well done. فزميلكم شو يقول هذا البروتين اللي هو tumor marker او biomarker اللي هو produced by prostate gland cells إذا لقيته عالي indicate a panel of conditions. أنا يعجبني واحد يشي جاوب ما يقول لي رأسا إنه هذا فقط prostate cancer، لا يقول لي هذا ال PSA level مو فقط indicate prostate cancer، يقول لا أكو another conditions مثل prostatitis مو صحيح، حتى urinary tract infection زين، فكلها هذه ممكن تنطيني high level of PSA مو صحيح؟ مصحيح؟ نعم دكتورة. أحسن ممتاز زين بعد شنو عندك تريد تحكي عن ال PSA تفضل عندك أي شيء آخر؟ لا يعني فده جواب مختصر يعني حطيت عاشت إيدك. فإذا إحنا ال PSA من نلقى عالي زين فهذا معناته it is indicator. شوفوا من أقول it's indicator يعني إحنا مو معناته هذا من أشوفه عالي 100% هذا prostate cancer وروح بالمصيبة لأن ترى البروستاتكتومي مو حكاية يعني مو حكاية عملية ميجر أوبريشن صحيح هسه يسووها لابروسكوب وما أعرف شنو بس هي ميجر أوبريشن يشقون بطنه من الطول للطول زين وفري فري ميجر ويعني فري ديزاستر يعني للبيشنت فمو سهلة زين وبيها كومبليكيشنز هواية فمن أنا أجي أشوف الـ PSA مو معناته تروح شو اسمه بروستاتيك كانسر لا لازم أسوي طبعاً هم شطوا أو شي يشوفون الليفل مالته بعدين يروحون يشوفون هذا الليفل أكو نوعين مال PSA أكو free PSA وأكو يسموه بروتين أتذكر بروتين attached يعني free ونوت free النوت free اللي هو attached to protein زين ترانسبورتر يعني زين فهم يشوفون الراشيو مالت البلد بروتينز اور ان اتاش تو فري اف يو هاف مثلا هاي بي اس اي ليفل بس لو برسنتج اوف فري هاي بي اس اي ليفل والفري مالته يكون لو برسنتج فهاي معناته اتس مور لايكلي ذات يو هاف بروستات كانسر زين وال PSA density هم أكو تيست زين فالبروستات كانسر كان produce more PSA per volume of it كل ما التشو يكبر يطي level أعلى يعني البنائن prostatic hyperplasia هم تطلع high PSA level هم بيها proliferation بالglandular tissue مال البروستات وهم تطلع high level مال PSA والبروستاتيك كانسر هم تطلع هاي ليفل والبروستاتيس هم تطلع هاي ليفل زين فشي يطون مرات يطون حتى ترايل يطون مثلا انتيبايوتيك حتى انجكشنز ينطوهم البيشنت يطوهم ترايل ويشوفون ايش قد راح ينخفض الليفل ومرات يشوفون الدنسيتي مالته بالسونار وهم ماتينه يقارنوها البوليوم يسموها البوليوم اوف بروستات يقيسوها هم ماتينه بالشسمه بالسونوغرافي بالراديولوجيكال اسيد فالشغله مو سهله زين فاذا هذا تيومر ماركر ومهم جدا زين بس انديكيت ا بانل اوف كونديشنز مو شرط يكون يعني شو اسمه لكن الليفل مالته العالي كلش و sustained rise بال PSA هذا كلش خطر زين إذا ما نزل على التريتمنت وما استجاب للأنتيبايوتيك وما استجاب للتريتمنت اللي ينطيها اليورولوجيست
فهذه not good indicator. والسايز مال التيومر أو قصدي البروستات العفو تبقى تكبر، والبوست فويدنج فوليوم مال البلادر هماتنا يكون عالي، فهي همينة indicator not good indicator. كلها تعتمد على radiological studies والبلاد تيست. يا الله نقدر انه ننطي decision للمريض مالتنا. طيب فاليورولوجيست قرر انه يعمل له نيدل بايوبسي، بايوبسي سووا له بايوبسي يعني اخذوا عينه من عنده. فالابيرنس اوف بناين بروستيت از شون هنا عندك بيكتشر تو بيكتشرز زين عرضنا اياهن عيني اي زين العفو بس العفو من بعد اريدن نرجع البنين. بنين جاوبينا بني راح انسال السؤال جاوبينا فالappearance of the benign prostate is shown in for comparison in picture 5A والhistological appearance of the patient biopsy is shown in picture 5B. ايش ده شوفين بال 5B وش تيشي تقدرين تنطيها grade؟ شو تقولين على grade مالتها؟ دكتور هو glissar staging. ايه مو 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 جليسون هو مو ستيجينج هو جريدينج سيستم. هو صحيح احنا نعتبره الستيجينج سيستم بس هو جريدينج سيستم هو مو ستيجينج ستيجينج بس قصدك انه تعتمدين عليه بالديسيجن اوف تريتمنت. كلش مهم الجليسون جريدينج. الجليسون يعتمدكم ما طول انا دا افحص شو واقرر عاد تشوف هذا جريدينج ما طول انا دا استخدم تشو وش اسمه evaluate the grade of the disease فهذا grading system. فإذا تقوليني أني على أساس the grading system اللي هو نسميه the Gleason grading system راح أني أسوي evaluate the prognosis of this man with this cancer. فأنت على أساس استهيت شيء كأنه أنت لا تعرفين Gleason ولا تعرفين كل شيء عندك then two pictures 5A و 5B. ال 5A high normal أو benign prostatic hyperplasia وال 5B high cancer. يجي شوفين الفرق بيناتهم اللي قريد مالتها شو تبطي بطيب إنه ما بيها أصل no glandular tubule عافية ده تقول إنه آني دا أشوف sheets of pleomorphic hyperchromatic cells ومدى أشوف أي tubule formation أي glandular formation فمعناته هاي very high grade مو صحيح؟ صحيح لو مو صحيح زين اشوف فاني مدى اشوف شنو تيوبيول مدى اشوف جلاندولار ستراكشرز جاي اشوف شيتس اوف ادينوكارسينوما شيتس اوف سيلز عافيه شيتس اوف بليومورفيك سيلز وذ اوكيجنال اكو هيك فد هيك اذا نشوف اكو هيك فد جلان بسيطه موجوده باعلى الصوره تشيل اعلى يسار الصوره كأنه تشفد جلاندولاية بسيطة وأكو هنا شوي جلاندولاية هيك بأسفل الصورة هماتينة يعني بس شنو الجريد ما واضح جدا عالي صحيح؟ فش اعتمدت على شنو؟ هي دا تقول انه انا اعتمدت على الجليسن جريدينج سيستم. شنو هذا الجليسن؟ هذا نستخدمه to evaluate the prognosis of prostate cancer. طبعا هذا يستخدم different parameters بالفحص مال التشو بصورة عامة. إذا لقيتوا الجليسن سكور طبعا شوية معقد هو الجليسن سكور مو مال يعني أوضح لكم يا بالظل مالتكم بس إذا لقوا الجليسن سكور 6 وجوة فمعناته good prognosis. بس يصعد فوق 6 فهذا بدأ يعبر مرحلة good prognosis بدأ يصير poor prognosis. خب إذا وصل 9 أو 10 very aggressive زين. فالجليسن يعتمد على الاركيتكتشر باترن وعلى السايتولوجيكال باترن يجمعها الاثنيناتهم يطلع لي فد سكور معينه للديزيز زين عيني. فالاركيتكتشر اللي هو الارنجمنت مال التيوبولز والسايتولوجيكال معناته الفيتشرز مالت السيلز فاثنيناتهم ينجمعن ويطلع لي فد سكور معين. 80% يعني من البروستات كانسر يكون عادة متستسايز at time of diagnosis.
والميتاستاسيس مالته هسه راح ناخذ هنا فد اكزامبل. فهنا بالكيس مالتنا يقول هذا المان زين هذا اراديكال بروستاتكتومي شالوا له البروستات مالته وهاي الثري سلايسز اللي دايراويكم اياها اللي موجوده بالبيكتشر 5C شوفوا يراويكم التيومر زين وهاي اليورثرا زين. فيعني يبدو انه هو اجريسيف تيومر بس هو البيشنت ايش صاير عنده باك بين صار عنده وورا العملية أو خلينا نقول هو يعني صاير عنده فد باك بين. فايش تتوقع هذا الباك بين شنو ممكن يصير عنده شنو ممكن كومبليكيشن مال هذا البروستاتيك كانسر؟ جاوبينا بنين لو نروح على تبارك شكوه صار عنده ميتاستاسيس تو بيوتبول. أحسنتي صار عنده هيماتوجينوس spread to bone زين 80% من ال prostatic cancer at time of diagnosis metastasize with common. وطبعا ال شلون يصير ال metastasis للvertebra شو يوصلها اما by direct invasion لان تدرون البروستات قاعدة قريبة من الvertebra مو صحيح يعني العظام مال العمود الفقري قريبة من عنده او by travel through the blood أو حتى by lymphatic system. فهنا صاير عنده bone metastasis to the vertebra. أوكي أعتقد لحد الآن كملنا الكيسز. عندكم سؤال أي سؤال افتحوا مايكات واسألوني أي سؤال دكتورة أي بالنسبة للكيس 2 مع الهوشكينز ديزيز دكتورة الستيج مات 3 يعني وين هذا الله نشوفها بس خلق اشوف الكيس الستيج مالتها هو ش عنده عنده سيرفايكال ليمف نود وعنده ابدومينال اورتا زين فهذه اذا احنا نعرف انه احنا ايش نعتمد انه above or below the diaphragm مو صحيح واذا contiguous فانت شو تقول عليها هذه شو تقول عليها يعني دكتورة تعتبر above and below the diaphragm لانه الابدومينال اورتا مو صحيح فايش تنطيها ستيج المفروض هذه ستيج 3 زين طبعا هي احنا ما نقدر هنا نحكم عليها عيوني احنا هنا ما نقدر نقول عليها هاي ستيج احنا لانه هنا ما مشيكين كل شيء زين يعني هذا مو مشي كل شيء بس هو ده يقول لك انه مجرد منطينا هنت انا ما اقدر اقول عليها هاي ستيج 2 ستيج 3 يعني موست لايكلي ما طول عابره للاورتا زين واصل لذاك الليفل موست لايكلي وياها بي سيمتومز موست لايكلي ستيج 3 بي هذا آن يعني بقول لك إنه ماي أبينيان ما طول عابرة لهناك وواصلة للأورتيك لينف نود وعنده بي سيمتومز موست لايكلي ستيج 3 بي زين بس إحنا من تجينا هيك كيس لازم نشوف أذر جروبز اللي واضح عندنا هسه بهاي الكيس معالمها هي ستيج 3 بي اللي موجود عندنا هسه حاليا زين يعني إحنا ما نطلب من عندكم لهالدرجة هاي انه يعني تحدد لنا الستيج بس تقرر لنا من صار عنده شنو هاي الاورتيك ليمف نود انفولفمنت هاي معناته عنده ليمف ادينوباثي شنو هاي السيمتومز اللي عنده هاي بي سيمتومز شنو السيجنيفيكانت مال السيمتومز يعني احنا ما نقول لك تعال سوي الستيجنج بالمسألة او تعال اعطيني الستيج مال هذا الديزيز بس نريد نعرف انه انت فاهم شلون تتعامل ويا الستيجنج سيستم فاهم هاي شنو اهميتها دي شنو اهميتها اهمية السكن انفولفمنت اهمية الليمف نود انفولفمنت اهمية مثلا هذا التيومر ماركر بالنسبة لهذا الكانسر اهمية الاشياء بس ما نطلب من عندك في الديسيجن احنا بالامتحان واضح فهذا رأيي اني الشخصي لكن انا ما اطلب منك تعال حدد الستيج مال هاي الكونديشن واضح ماما نعم واضح اشتديكم طيب عندكم بعد أسئلة ما جئتوا ما تعبتوا